بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فالذي يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في جميع موارد النزاع، ثم يصدر مقتنعاً راضياً مسلماً بحكم الله ورسوله، فإن الله يجعله مع خير البرية ويعزله ويبعده عن شر البرية، وهم الكفار والمنافقون. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم أي تفضل الله عليهم بنعمه الكثيرة، حيث هداهم إلى الصراط المستقيم ووفقهم إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين من هم هؤلاء الذين أنعم عليهم، لأن الله ذكرهم في سورة الفاتحة ولم يبينهم، فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بينهم في هذه الآية، فقال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين هم خير الخليقة وأبرها وأتقاها، لأنهم رسل الله الذين اصطفاهم الله واختارهم لحمل رسالته وبلغوها لأممهم. ثم من بعدهم الصديقون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، جمع صديق، والصديق هو كثير الصدق، كثير الصدق مع الله، كثير الصدق مع الناس، كثير الصدق مع نفسه، فلا يعرف عنه الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولهذا لقب أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق، لكثرة صدقه، لكثرة صدقه فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين نفسه، فما جرب عليه كذب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشهداء، هذا هو الصنف الثالث، الشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهؤلاء هم الشهداء الذين أكرمهم الله بأن قتلوا تحت راية التوحيد، جاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله أخبر أنهم أحياء وليسوا أمواتا، وهذه الحياة حياة برزخية، هم ليسوا أحياء في كحياتهم على وجه الأرض،
ولذلك تزوج نساؤهم وتقسم مواريثهم ويدفنون، فهم أحياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والصنف الثالث مع الصالحين، صالحي العباد الذين هم بعد النبيين والصديقين والشهداء، وهم الصنف الرابع، صالح وهم صالح البشر الذين عملوا بطاعة الله وتجنبوا محارم الله، لكنهم لم يصلوا إلى مرتبة النبوة أو مرتبة الصديقية أو مرتبة الشهادة في سبيل الله. فهذا يشمل كل مؤمن صادق الإيمان فهو من الصالحين، فالذي يطيع الله ورسوله يكون رفيقا لهؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. وقد لا يكون معهم في الدنيا بمعنى أنه يصاحبهم في مكان معين، لكن يصاحبهم بالإيمان ويصاحبهم بالمحبة، يصاحبهم بالنصرة ولو كانوا متفرقين في أقطار الأرض، فهو معهم قلبا وقالبا، ويكون معهم في الآخرة في جنات النعيم. هذا نتيجة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك الفضل الذي أعطاه الله لهؤلاء الطائعين، حيث جعلهم يرافقون خير خلقه. هذا فضل من الله جل وعلا وإحسان من الله عليهم. وكفى بالله عليما، كفى بالله عليما، الأصل كفى الله عليما، فجاءت الباء مؤكدة، جاءت الباء ودخلت على الفاعل مؤكدة للخبر. كفى بالله عليما أي كثير العلم، يعلم سبحانه وتعالى من يستحق هذه الكرامات فيضعها فيهم، ويعلم من لا يستحقها فيحرمهم منها بعدله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن طاعة الله وطاعة رسوله فيها خيرات كثيرة ذكرها الله في هذه في هاتين الآيتين. وجاء الترغيب في طاعة الله وطاعة رسوله في آيات كثيرة، فالله جل وعلا وعد المطيعين له والمطيعين لرسله، وعدهم بخيري الدنيا والآخرة كما في آيات كثيرة من القرآن. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأما من عصى الله ورسوله، إن الله جل وعلا قال: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالمؤمن يتلذذ بطاعة الله وطاعة رسوله ويأنس بذلك، لأنه يشعر أنه مع هؤلاء الطيبين من عباده، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا عرف هذا فإنه تقر نفسه بما هو عليه من الطاعة، وأيضا لا يستوحش من قلة من يتبعه من الناس أو يرافقه من الناس، لأن أكثر الناس يعادون الأتقياء وأهل الإيمان، فلا يستوحش ويتأثر بمقاطعتهم له، لأنه مع خير الخلق. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.